بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، مع غاية تربوية جديدة ومع ضيفنا الدائم والعزيز والذي نفخر به بأنه موجود بيننا هنا في ربوع كندا من مسلم دو أبليكيشن في شرق كندا. نحييكم أحبتنا في الله مع الحلقات التي يعني نعتقد أنها من أجمل وأروع الحلقات التي يعني أكرمنا الله بها مع فضيلة الأستاذ الدكتور مصطفى أبو سعد، خبير التربوي والنفسي، ويحدثنا عن الغايات التربوية الثمانية منذ عدة أسابيع عبر التطبيق. في المرة الماضية ختمنا الموضوع المتعلق بتنشئة الولد على القدرة في التمتع في الحياة، واليوم مع غاية جديدة والدكتور مصطفى أبو سعد. حياكم الله دكتورنا الفاضل، أهلا ومرحبا بك. حياك الله دكتور أمجد، حفظك الله. الله يكرمك، الله يجزيك الخير. نعم سيدي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. حق الغاية السادسة التي ينبغي أيضا أن تكون حاضرة لدينا هو أن ننشئ ولدا يتمتع بالعفة والطهارة وقادر على تجنب الإباحية. إذن العفة والطهارة وهي غاية أساسية ينبغي دائما أن ينشأ عليها أبناؤنا، وهذه العفة والطهارة مرتبطة بشكل كبير يعني قيمتين أساسيتين من القيم الأساسية الضابطة لسلوك الإنسان وهي الكرامة والحياة. إذن كلما قويت كرامة شعور الإنسان بالكرامة والعزة كلما كان أقرب إلى العفة والطهارة. ثانيا كلما كان الحياء عنده قوي كان أقرب إلى العفة والطهارة. وذاك الخطورة في الموضوع وهو إذا ضعفت الكرامة تضعف العفة وتضعف الطهارة، إذا ضعف الحياء تضعف العفة والطهارة. والأمر الأخطر أنه إذا لا تلاعبنا بالعفة والطهارة تضعف الكرامة ويضعف الحياء. بمعنى هذا الموضوع خطورته أنه يدمر قيمتين ضابطتين لسلوك الإنسان المسلم، على الأقل نقول المسلم العربي، وهي الكرامة والحياة. المسلم كله قيمة الحياة هذه عند كل المسلمين، والكرامة نقول أيضا عند المسلمين جميعا، لكن عند العرب بشكل أقوى. طبيعة العربي، طبيعة الإنسان العربي، وأي واحد عاش في منطقة العرب حتى الأقباط اللي هم على غير ديننا مثلا أيضا عندهم الكرامة رقم واحد، أيضا من القيم الضابطة. فأي إنسان، وأيضا شعوب، في بعض الشعوب الأخرى اللي عندهم هذه الكرامة ممكن يموت من أجلها. في شعوب متفرقة موجودة، مثلا لو قلنا أوروبا نجد عند الإيرلنديين، مو عند باقي الشعوب، الإيرلندي بالضبط، سبحان الله. ما راح نجد عند الإيطالي ولا الفرنسي ولا البريطاني ولا الإيرلندي، راح نجدها عنده في دول اللي يسمونها القوقاز، هادو تقريبا كلهم عندهم. كل هذه الدول عندهم الكرامة رقم واحد، يموت من أجل كرامته. إذن أوروبا عندنا إيرلندا، دول القوقاز، هذه المناطق اللي كانت تابعة الاتحاد السوفيتي سابقا، واللي احنا شفنا اول ما الحمد لله كذا انتفضت وما يعني وبذلت كل جهد انها تتحرر، وكيف الاسلام رجع لها برمشة عين، كيف كانوا هؤلاء مسلمين محافظين على دينهم وعزتهم رغم الشيوعية القاتلة، والعرب عموما. هذه الكرامة. وذاك العفة والطهارة تبدأ بالعفة الجوارح، ينبغي حفظ عفة جوارح الولد. لا نقبل ولد يشتم، ولا نقبل الغيبة، ولا نقبل التفتين بين الأبناء. لما الأب يكون قاعد ويجي الابن، بابا بابا أخويا سوى عمل شيء خطأ، لا نقبلها. يا ابني مهما عمل ابنك أخوك لا ينبغي أن أنك تفتن، لأن هذه تسمى غيبة، تسمى نميمة، هذه لا تتناسب مع العفة، عفة الجوارح. نحن لما نتكلم الجوارح، هل فعلاً لما نتكلم على الدعاة اللي هم بياض الأمة، احنا بينا قولنا لما نتكلم على الدعاة نتكلم على بياض الأمة، هادو أفضل الأمة. احنا نعترف أن الدعاة والعلماء هم أفضل ما موجود في هذه الأمة. فنحن ناس من عوام الناس نتعلم منهم، فبالنسبة لنا بياض الأمة، بياض الأمة يعني هم نخبة هذه الأمة وأفضل ما فيها. لكن لما نشوف من بياض الأمة من لا يملك عفة اللسان ماذا نقول؟ لما أنا كسبت تغريدة قديمة جدا في الفيسبوك وطلعت لي أمس على عفة اللسان أو شيء، فأحد الإخوة دكتور هو في جامعة من جامعة المغرب اسمه مخلص السبتي،
يقول يا دكتور هذه النميمة أكثر ما منتشرة وسط المتدينين. فأنا هذا شيء يزعجنا أن عفة اللسان إحنا أصلا الكبار الدعاة عندهم مشكل فيها، لما يطلع واحد داعية ويشتم الدعاة ويشتم اللي مختلفين معه واللي اختلف معه فقط في حكم بسيط جدا اختلف أمام 15 قانون خلاف حوله ويشتمونهم ويفسقونهم، بل إنني والله سمعت بعضهم يصفون دعاة علماء بأسماء الحيوانات. تخيل أسماء الحيوانات خطورة. إذن هذه العفة ينبغي أن تنشأ وسطنا نحن كمسلمين، وسط أبنائنا، عفة اللسان، عفة الجوارح، عفة البصر. لا نسمح لأبناء أن ينظروا إلى ما حرم الله، لا نعطيهم أشياء ممكن أن يدخلوا حتى نحميهم. صورة النور صورة عظيمة، لو تكون تفسيرها ولو مرة في الأسبوع نجلس 10 دقائق مع أبنائنا نفسر صورة النور، لأن فيها مضامين هذه العفة بشكل كبير جدا. سبحان الله، هذه صورة النور، عفة اللسان، عفة الجوارح، العفة الطهارة بشكل كبير جدا. لماذا هذا كان قديما مهم والآن هو أهم من القديم؟ لماذا؟ لأن هذه الأجهزة أصبح فيها إباحية، والمدمن على الإباحية، أنا اسمحوا لي أستعير كلمة، لما كنت طالب في الجامعة في الماجستير أستاذنا فرنسي قالنا كلمة ما زالت تذكرون ما فهمناها، قال لنا الكل ينتحر. الكل ينتحر ما ما فهمناها، فأنا استغرب الكل ينتحر، قال الكل ينتحر. فأنا كنت في الصف الأول يعني فعشرته رفعت يدي قلت لي يا بروفيسور الكل ينتحر؟ قال الكل ينتحر. إذن ابتسم، عرف أن احنا ما استوعبنا كلامه. لما قالنا شنو؟ قال ينتحر المهندس والطبيب والرجل والمرأة والطفل والمراهق والشاب والمتعلم والأمي والسياسي والوزير والفقير والغني، الكل ينتحر. معناها مو الجميع ينتحر لكن الكل ينتحر. أنا أقولها أيضا من باب تخصصي، الكل ينظر للمواقع الإباحية، ليس الجميع الناس. بمعنى اللي دخل المواقع الإباحية، عندي اللي عنده لحية هنا وداعية ويخطب الجمعة، يأتونني بعضهم يقول والله دكتور احنا نريدك تساعدنا، احنا بشكل أو بآخر دخلنا في هذا الفخ. يجيني المهندس والطبيب والدكتور والأستاذ الجامعي والطفل والمراهق، الكل. بمعنى هذا خطر، لذلك البعض يقول انت متشدد عندك رؤية سوداوية للأجهزة. نعم عندي رؤية سوداوية أقولها، لأن لو تسمعون الأشياء اللي أنا أسمعها بشكل يومي ما تتخيلون شنو خطورة هذه المواقع السيئة الإباحية وغيرها من الأمور خطورتها. أنا بعض الإخوة حضروا معي دوراتي يمكن من 30 سنة، بعض الإخوة حاضرين معي والعن بعد الآن يعني تصرني 3 سنوات تقريبا مع عمري في حياتي ما قطعت دورتي ورديت على التليفون، اصلا ما اشغل التليفون الا هذا الشهر بالضبط اللي احنا اللي انتهى، يمكن 5 مرات وانا في دوره مع 160 165 شخص حاضر معي دوره اسمها المرشد التربوي الشامل. نعم جيني مكالمه اقول لهم اعتذر لكم انا مضطر ارد على المكالمه واذهب الى ركن هناك وارد، لانني اتابع بعض الحالات اللي واصله الى الانتحار، وصل إلى القتل، وصل إلى كذا، كلها من المواقع الإباحية. يا الله، فأقول أنا عندي حالات زاكم الله خيرا، وبعض الإخوة راح يتابعوا اللي شافوني أنا قطعت الدورة، وهذا ليس من طبعي ولا أي شيء. وحتى لما كنت تواصل معي وما كنت أرد عليك خلال هذه الأيام لأن كنت مع حالات الله يعلم. يا الله، يعني أنا رغم أني أحمي نفسي لكن في بعض الحالات اللي ما تستطيع تحمي نفسك، بعض الحالات اللي ممكن ترهقك في النوم في كذا، لما تشوف الحالة اللي وصل لها الإنسان، انتحار، يعني تدمير أسرة كاملة، الولد اللي عمره 14 سنة يأخذ سكين ويذبح أمه، الحمد لله أنا ما قتلها، السكين لم يعد، واللي يهدد وكذا. هذه أجهزة، هذه الإباحية هي اختطاف. أنا لما تكلمت في موضوع اختطاف حاضر معي دكتور فلسطيني اسمه أحمد عساف من الأراضي الداخلية 48، وهو دكتور يعني رجل تبارك الله ودرس في أرقى الجامعات وكذا وعلم نفس العيادة العلاجي، قال أنا أول مرة أسمع اختطاف نظام مكافأة الدوبامين، سمعت من الدكتور مصطفى أبو سعد
رغم أنه ما شاء الله دارس، لما راح يبحث وجد آلاف الأبحاث والدراسات ونشرها في الفيسبوك، أحمد عساف من فلسطين. يقول لما دخلت وجدت عالم خطير احنا ما كنا نعرفه. قال أول واحد نبهنا اختطاف نظام المكافأة. شنو مع اختطاف نظام؟ الإباحية، اختطاف للإنسان، اختطاف لمستقبل الإنسان، لدينه، لعقيدته، لوجدانه، لعقله، حتى نظافته الشخصية تختطف، يختطف أكله شربه، بمعنى نحن أمام تدمير غير طبيعي. وبالتالي نربي أبناءنا على العفة فنحن نحميهم. قديما كانت حمايتهم من الفساد ومن راية الحمر ومن كذا، وهي في ذاك الوقت كانت تعد مصيبة. نعم. الآن هذه صارت للأسف صارت أخطر، ولذلك الحماية وتنشئة أبنائنا بقوة العفة فيها مجالين. مجال المنع أولا، هذه ما ينفع والله نعلمه نعطيه موعظة وكذا ونبني عنده غرس الرقبة الذاتية، مهم جدا، ولكن المنع أولا. المنع وذاك أصول علماء الأصول لما كان يقول لك درء المفسدة أولى من جلبه. نعم. الصحافية كثيرة. نعم. درء المفسدة. وبالتالي مهما تكون المصالح اللي ممكن تكون عندي من هذه الأجهزة، علي أن أتخذ يعني إجراءات حاسمة على أساس ابني ما يدخل إلى هذه الإباحية وهذه المواقع، إما بالتقنين، إما بالمراقبة، إما بالابن يستعمل جهاز أكبر، إما يستعمل جهاز أمامنا وغيرها من الأمور. ممنوع هذه الأجهزة تدخل غرفة النوم، ممنوع تنام مع الولد في غرفة النوم، ممنوع تدخل مع الحمام، ممنوع أشياء كثيرة جدا، ممنوع يكون عنده رقم سري وبستطيع أدخله أشوف، ممكن أربطه بجهازي، أي شيء يدخل لي أشوفه. لأن البلاء عام، يعني عام بشكل كبير جدا. طب دكتور، في عدد من من الأمهات العربيات المسلمات لما تقولهم مثل هذا الكلام بيقول لك أنا بدي أبني علاقتي مع أولادي على الثقة، ما بصير أحسسه أنه هو دائما مراقب. هذا أنا لا أراه أسلوبا تربويا يعني صحيحا، لازم يعرف أني أنا بثق فيه. ماذا تقول للأمهات تخصيصا؟ هذه مشكلة أمهات في الأغلب. نعم. ولما أنا قلت الكل يدخل لمواقع الإباحية، شنو معناه؟ لما قلت حتى الرجل المتدين المسكين يسقط في الفخ، شنو معناها؟ معنى أنك لا تضمنين، لا تقولي والله عندي الثقة، أو بعض يا دكتور انغرست نعلم الرقابة الذاتية. أنا سمعت من أمهات. نعم. نعلم الرقابة الذاتية، أنا أسألهم سؤال، أعطوني شنو معنى الرقابة الذاتية، أعطوني معنى الرقابة الذاتية، كيف إحنا ممكن نغرسها؟ هل الرقابة الذاتية حقنا نعطيها للولد؟ أنا صار لي يمكن 6 شهور وأنا أبحث وألف وأكتب في الرقابة الذاتية، لين ما يعني جمعت برنامج في الرقابة الذاتية سأقدمه قريبا. نعم. يعني عندك 4 ساعات بس أفهم شنو معنى الرقابة الذاتية وكيف خطوات غرسها، اللي ممكن تحتاج مني على الأقل 6 أشهر إلى سنة إذا نجحت أصلا في استيعاب معنى الرقابة الذاتية. الرقابة الذاتية مو سهلة، هذا وازع، هذا يحتاج بناء وعملية بناء، وعامة المسلمين ما يعرفونها، حتى دعاتنا ما يعرفونها. كيف يغرسونها؟ دعاتنا دائما نتكلمت عليها قديما، دعاتنا يتكلمون عن المكون المعرفي، بمعنى يعلمون الناس المعرفة التربية الإسلامية بس ما يغرسونها وجدانيا. جميل. الرقبة الذاتية تغرس هنا وجدانيا، كيف تغرسها؟ نعم. وجدانيا والعقل، وكيف تغرسها عقليا؟ حتى عقليا أنا لحد الآن وصلت 20 طريقة فقط لغرسها عقليا. وأنك تقول لي الرقبة الذاتية أن الله يراك وأن الله مطلع، هذه ما تكفي، هذه مجرد معلومة، لكن كيف تغرس عقليا فكريا، كيف تغرس وجدانيا حتى تتحول للسلوك، هذا يحتاج جهد كبير. أنا ما أقول هذا، أقول هذا لأن هذا صعب جدا غرسه، يحتاج جهد، ولكن بالمقابل إحنا ممكن نمنع أبناءنا ونحمي أبناءنا، وهذه أفضل وأسهل. جميل. أسهل لنا كثير أنك تحمي أبناء. شنو معنى الرعاية؟ كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيتي، أنك تحميه. الرعاية هي نصف تربية، أنك تحميه من كل ما يضلله أو يفسده أو يفسد دينه أو عقله أو عرضه أو ماله أو غير ذلك، أن تحميه. هذا دوري أنا كأب كأم أن أحميه. دكتور، هل يمكن أن نتم في حلقة جديدة أخرى النصائح حول غرس موضوع العفة والطهارة عمليا، والقيمة اللي حكينا عنها اللي هو قيمة التمتع بالعفة والطهارة من خلال الكرامة والحياء؟ الآن عندنا نصائح تربوية للغرس، ممكن كون وقت الحلقة انتهى نتمها في حلقة أخرى إن شاء الله.
الله يجزيكم خير. إذن أحبتي في الله ما زلنا معكم، تابعونا بعد هذه الحلقة الرائعة في الحلقة التي تليها بإذن الله في الأسبوع القادم إن أحيانا الله سبحانه وتعالى، حول الآن طرق عملية، وبإذن مولى عز وجل أيضا في الحلقة القادمة سوف نسأل الدكتور مصطفى عمن إذا رغب أن يحضر هذه الدورات ويتابع هذه الدورات ويسجل في هذه الدورات ويقرأ من هذه الكتب ويحضر، كيف يكون هذا؟ إن شاء الله نأخذ التفاصيل بالحلقة القادمة. حياكم الله، ولا تنسونا جميعا من الدعاء. شكرا دكتور مصطفى، بارك الله فيك.